أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، أرجو الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو. لن تصدقوا من هو زوج الفنانة السورية ضحى الدبس ومعلومات لا تعرفها عنها. ضحى الدبس فنانة وممثلة سورية متألقة، تعد من نجمات الصف الأول في الدراما السورية. تميزت بإجادتها لأداء كافة الأدوار وبخاصة دور الأم والزوجة. ولدت في 15 من تموز يوليو عام 1960 في مدينة السويداء في سوريا. أحبت التمثيل منذ الصغر وكانت تحلم بأن تكون نجمة من نجمات الدراما. لكن العادات والتقاليد لم تكن تسمح بذلك. درست في مدارس مدينتها ونالت الشهادة الثانوية العامة لتلتحق بعدها بكلية العمارة. وبعد أن بدأت بدراسة العمارة تم إنشاء المعهد العالي للفنون المسرحية، فتركت هندسة العمارة والتحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية. بعد أن تخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية انتسبت لنقابة الفنانين السوريين، وشاركت بمختلف الأنواع الدرامية كالتراجيديا والكوميديا والمسلسلات التاريخية والبدوية، كما برعت في لعب العديد من أدوار الزوجة والأم في المسلسلات الشامية. يعد دورها زوجة المختار وأم وضاح في مسلسل زمن البرغوث من أبرز الأدوار لها. بالإضافة إلى دورها أم نضال في مسلسل ما وراء الشمس، كما قدمت عدد من الأدوار الرائعة في مسلسل جمال الروح ومسلسل جنون العصر. تميز هذه النجمة بموهبتها الكبيرة، حيث تستطيع تأدية كافة الأدوار التي تسند إليها، ولم تقتصر مشاركات نجمتنا على الدراما وحسب، بل ظهرت على المسرح. ومن أبرز مشاركاتها كانت مسرحية مغامرة رأس المملوك جابر، قصة موت معلن، فضيحة في الميناء. ولها بعض المشاركات السينمائية من أبرزها فيلم مريم وفيلم زهرة الرمان وفيلم روداج. تزوجت نجمتنا من الوسط الفني وبالتحديد من الفنان جهاد الزغبي، وأنجبت منه عددا من الأطفال، وتعيش معه حياة مستقرة وهادئة بعيدا عن ضجيج الإعلام. وعلى الرغم من الحرب في سوريا لم يقل عطاء نجمتنا، بل ازداد في السنوات الأخيرة، واستمرت بالتمثيل وتقديم الأعمال الفنية حتى أصبحت واحدة من أبرز الممثلات السوريات. ولها الكثير من الأعمال التلفزيونية البارزة الهامة، وزوجها الفنان جهاد الزغبي من مواليد 7 نوفمبر لسنة 1956، وهو ممثل سوري من مواليد مدينة دمشق.
وهو خريج المعهد العالي للفنون المسرحية، وبدأ نشاطه منذ عام 1982 وحتى الآن. شارك كممثل بالعديد من الأعمال التلفزيونية والمسرحية والسينمائية، بالإضافة إلى بعض الأعمال الإذاعية، وعمل نائب مدير المسارح والموسيقى. وشغل منصب رئيس اللجنة الإعلامية في الدورة 12 لمهرجان دمشق المسرحي. وشارك بالعديد من الأعمال الإذاعية، ومن أعماله يوم من زماننا، تقاسم على العنبر، حكاية الشتاء، علاء الدين والمصباح السحري. وبعد أن أصبحت اليوم قادر على تحويل الشخصية من ثانوية إلى رئيسية من خلال العمل على تفاصيلها الدقيقة، أعلنت الممثلة ضحى الدبس إنها تبحث عن مشروعها الخاص. وقد يكون الإخراج لتتمكن من اعتزال التمثيل نهائيا إذا استمر الوضع الحالي دراميا. وقالت الفنانة ضحى الدبس في حوار سابق لها، النجومية لم تعنيها مطلقا، وإنها تعرضت للحرمان الفني في مرحلة شبابها. وأضافت الدبس حول واقع الدراما السورية حاليا، أن مسلسلات السياحة والعارضات تسببت بها دبلجة المسلسلات التركية بداية، وكرستها لاحقا شركات الإنتاج. ورغبة المحطات ورؤوس الأموال العربية في تسطيح منتوج الفن السوري وتفريغه من قيمته، ومسح ما قدمه على مدى سنوات طويلة. واعتبرت الدبس أن ما يحدث الآن فيه كم كبير من التجريب وعدم المنهجية وغياب المنتج والمخرج والكاتب المثقف عدا بعض الاستثناءات. إضافة لغياب الدور الذي كان يجب أن يلعبه القطاع العام الذي لا يبحث عن الربح بسبب اللغة الخشبية والصورة النمطية في غالبية الأعمال التي ينتهجها. وأكدت الدبس أننا ندفع اليوم ثمن عدم حماية المنتج الدرامي السوري قبل الحرب من خلال وجود سوق محلي لترويج الأعمال، بدلا من الاعتماد المطلق على محطات عربية بعضها قاطع للدراما السورية. والآخر عمد على انتقاء وتسويق أعمال لا تشبه المجتمع السوري المنفتح والحضاري والمثقف.